منا مناضلين حقيقيين ولا ما قد عدلنش بيننا مشينا لاوروبا نعدلوا ما يعدلوهم هم ما هم باغي الاستعلاء هذه نقولها لك انا جماعه ابراهيم غالي عصابته مع كامل احتراماتي بعد القياده ما هي باغي الاستقلال وتحدي وحدهم نتحداه عنهم باغي الناس مستغله ابراهيم غالي هيك داينو عنه لي يغير نهار قبض الرئاسه قاع عن زمان تهنتي مثل خالك زمان هذا مثل خالك بالعكس زات التهنتي وزات العصابه اللي معاه وياسم اللومو الناس ما هم باغي الاستقلال وانا مالي راني لا خاب عقباه ونتكلم من العاصمه فاهمين فهمتوا لا يا طاهر لا يعطي عقلك غيرك هاو الناس ما هم باغي الاستقلال ويتحداهم وهون انا عندي تقرير طبي باش ندير العمليه برا على الاعصاب رفضوا عني يعطوني فيزا وزير الارض محتل اعطى التعليمات وعني نقبض فيزا عكسها راك مسول وزير الصحه يعني كذا ما نعرف النفاق ما نعرفه عكس هذا قال له ابراهيم غالي وسامي البصير وابراهيم غالي وسامي البصير ما ادراك على فضحتهم ديك الساعه بتسجيل الاول عتو واعيين عليه هما الفيزات يعطوهم كل عاشقاتهم وعشاقهم وعبيد القياده والقابليه والاقليميه وبالفضه وذاك كامل فهمتني يا سيدي الطاهر انا انصدمت انا مالك في موريتان كنت ماشي للعيون ولين قايم العيون مالي المحتله ولين قايم لاوروبا ونقدم به الشكايه بان الراجل ما هو باغي الاستقلال نقدم بابراهيم غالي الشكايه انا شي نقول ولا خافوا عقباه ابراهيم غالي نقدم به شكايه الاتحاد ونقول لك مسلي راهو اكثر صوه في مناطق المحتله في مناطق المحتله هم الصواريين ينعتوهم العالم وبروكسل كامل ينعتوهم كاملين فهمت اضري اللهم اني قد بلغت انا نقدم شكايه لمجلس الامن ولاوروبا وذا كامل ومثل يقطع عليه كرعيه واللي يبغى يقول عامين واللي يبغى يقول دس عينه من هالكلام راهم مستفادين كل عبيد القياده المستفادين لا يكذب كذا وانا نقدم شكوى نقول نقدم شكوى لابراهيم غالي في الاتحاد الاوروبي في مجلس الامم المتحده بانهم كرفص المناضلين الحقيقيين مكرفص المناضلين الحقيقيين ومكرفص الناس كامله وي شي وقع لي هون نحمل ابراهيم غالي وسام بصير مسؤوليات اللي وقع لي بينهم هاو عصابه ما هم باغي الاستغلال عصابه مدربه عصابه تشتغل مع العدو خدمه العدو يعدلوا اضري انا نتحداهم ونتحدي واحدهم عن يعطي مصداقيه وانا اضريك انا متبارك مع مسالي كامله من باقي ايامات قليله لما عدل اموري انا نقيم نسافر ونقدم لي شكوات وشكوتي انا ما هي كيف شكوات ثانيه بالعالم عارف اني عني مناضل نزيه وعبيد القياده ما اقدر فيهم وبريمات غالي تجيه طفله كحله بصمه سته تعدل لها فيزا خالقه مره السفير الساعه هو هون في الجزائر طفله ما تخطى عليه ما يعطيه فيزا ويعرفها الجميع يعني هذا شنو بالله العظيم يدني الندم ولا نهار عرفته فيه ونتحدى ابراهيم غالي عنده عائلته كامله قال انا عنده عائلته في قيب مصالح بن ملال والشاوي وذا كامل انا كوني مدافع عن حقوق الانسان ونعرف سياسي ومعتقد سياسي صحراوي سابق ورجيمي بسالق المحق الصحراء الغربيه معتقد سياسي صحراوي سابق والعالم كارف العالم كامل عارفين والله سبحانه تعالى هو اللي عارف عني نقول كلمه الحق شويه الشعب الصحراوي هذا اللي معدل المخيمات قاصته بعض القياده الفاسده اللي عنده تحت الطاوله مع مخابرات الاحتلال المغربي ويتمشاوا الاثنين بيناتهم والضحيه والشعب الصحراوي راهو اللي وقع اكثر من ده لما قامت الشعب في مناطق المحتله والجاليات وخاصه الجاليات يبنوا مخيم اكاديميزي ثاني اكثر من 10 خيمه ويتبرعوا من بعض القياده الفاسده اللي تخدم على العدو هذه نقولها لخاف عقباها قلتها في المخيم قلتها في زاده قلتها في ماشي تنقولها كم شي نقولها لخاف عقباها هاي قياده سو وعلى راس الرئيس اللي ساكت على الظلم راهو يعود كيف هو كل صراحة شو هاي المرة اللي قالت اخبار الضو ساكنة في اسبانيا عايشة في اسبانيا
بيه هذيك الساعة، هي اللي انقضت هذيك الساعة في الجزائر خبر الموتات وهذا، وقام الرئيس الدولة الصحراوية وصاحبه واحد الوزير معروف أعطى الأمر للسفارة الصحراوية باش يمرقوها، رغم أن خارجية معايا مقبوضة على الوتات فهم في الجزائر ما تكلموا عنهم القيادة، تكلمت عليها هاي المرأة بها تطبل، وهاي المرأة عندها مشاريع في موريتانيا وعندها مشاريع في إسبانيا ولا باس عليها، والضحية مسيك المواطنين تطلب بالضبط، وأنت إيش دخلك؟ ها؟ بيهم مرقوك ذاك النهار من الجزائر باش مرقوك فهم فوتي 4 أيام فهم النهار الخامس مرقتي، النهار اللي مشى إبراهيم خالي القمة اللي في إفريقيا. هادي يتكلم يعطي الامر واش تمرقي علاه ما يبرم غالي ما تمرق معايا الثاني مقبوضي هوني الشعب الصحراوي شي ما عدلوا الشعب راه اللي تعودوا لها القياده الفاسده هاي القياده الفاسده اطمن العدو وتعدل خدمه العدو اولادهم واولادهم وتعرفوا الرئيس عنده اخواته في المنطقه المحتله مت ممكن والوزاره عندهم ياسين في المنطقه ما تعرفوا انتم جانب والمناضلين هم مسيكين مهم شي مكرفصين راهو اللي وقع شي في المخيم زين عند القياده شفتوا التقرير الاممي هذا نهايه شهر 4 اجلوا يوم 10 شهر 5 ما نبي ما جبتوا ما عرفتش بهذا التقرير اللي يعطي الامم المتحده يعني هم يكذب كذاب القياده الفاسده اللي ضايق في هذه في رابوني تخدم خدمه العدو وما هي باغي الاستقلال تيقنع عن قياده سو ما هي باغي الاستقلال هاي قياده سو ما هي باغي الاستقلال يا غير الشعب الصحراوي اللي في مخيم اللي في الجاليات يا اصلا يديروا مخيم قديم يزيك 12 مخيمه لا بغات القياده خصوصا ونهارها والشيء قابضين راه ما عمرنا نقدموا قدام عصابه اجراميه قاريه في الاحتلال قاريه في الرباط قاريه في مراش وكملت قرايتها هون وكملت قرايتها في العالم وعارف قوالب العالم كامل هاي القياده عارف قوالب العالم كامل يا غير احنا كشعب صحراوي يلا نتصداو لها هي الاولى نتصداو القياده الفاسده عاد باش نعرف واش نقدموا لقدام هذا الحرب قصف قصف ما خارج والو المؤتمر راه جاي الدنيا راه جايه وتشوف القيادي نهار وقال قلت لك انا والله ثم والله نفس الصنعيه الخمسه اللي نقزوا شي من القياده هذه الفاسده يصبحوا قايسين العدو مباشره يصبحوا قايسين العدو مباشره هذيك القياده ما دام صايق قضيه وطنيه ما عمرها نقدموا قدام يا الشعب الصحراوي تصدى لهي القياده تسو المجرم والقتال بكل صدق مع كامل احترامات بعض المناضلين هذا راه مديتنا الهواء وتعرف وقع في 88 في المخيمات اللي وقع عطم منه اللي وقع عطم منه هذه تحاني القياده باش تنسى القضيه وتنسى الاستقلال وتنسى ذاك كامل ها قياده السو داعين لمولانا وكلنا فيهم مولانا ومكربص الناس كامله ويشي وقع لي هون نحمل ابراهيم غالي وسامي بصير مسؤوليات اللي وقع لي بينما هو عصابة ما هم باغي الاستغلال عصابة مدربة عصابة تشتغل مع العدو خدمة العدو يعدلوا اضري انا نتحداهم نتحدى واحد هون انا يعطي مصداقية وانا اضري انا متبارك مع مسالي كاملة من باقي ايامات قليلة لما عدل اموري انا نقيم مسافر ونقدم الشكوات والشكوتي انا ما هي كيف شكوى الثانيه بين العالم عارف اني عني مناضي نزيه وعبيد القياده ما اقدر فيهم وبريمات غالي تجيه طفله كحله بصمة ستة تعدل لها فيزا خالقه مره السفير لك الساعه هو هون في الجزائر طفله ما تخطى عليه ما يعطيه فيزا ويعرف الجميع يعني هذا شنو بالله العظيم يا دني الندم ولا نهار عرفته فيه ونتحدى ابراهيم غالي عنده عائلته كامله قال انا عنده عائلته في قيب مصالح بن ملال والشاوي وذا كامل هو وفي العيون المحتله ويمرقهم يفدوا الاعلام الجمهوريه احنا وحد يفدوا الاعلام الجمهوريه ونتحدى ابراهيم غالي مرق اخواته يفدوا الاعلام الجمهوريه ما يقدوا ما عندهم جهدها هو يا شعب الصحراء وعو وعو السلام عليكم يا مرتاح الحبيب مرحبا بي سيدي الطاهر واخيت وجد وتك تلقى لي في المطار ان شاء الله من هنا اسبوع لاسبوعين وجد راني تابعك وتلقى لي المطار حق بعد تلقى لي المطار ثانيا والله ثم والله يا سيدي الطاهر والله ذاك كامل خزو اذا سامر بصير ابراهيم غالي وما سبت كل شيء وما سبت كل شيء والله الشاهد على ما اقوله راي نقول لك شفاع لمولانا
وابراهيم غادي كم واحد صيفط وكم واحد صيفط من طوفلهم الرجال وما خالك شي منه في راسه هو. انا نقول لك شي شاهد مولانا هو اللي معرقل ومعقد. حد عرف العام معقد القضية بها النفاق. نتمنى تعود صلاتهم هي فعلهم بهم من النفاق السياسي والنفاق القبلي والنفاق العبودية والنفاق الطفلة والنفاق ياسم الأمور. يا سيد الطاهر لحقيت افهم معناي وانا كل كتف شي دولة من دولة عالمية ثانية ولا عربية اي رئيس وش قال عن مداوي احتياجات الخاصة ركعت لعدو اول واحد وقف ثغرة القلقلة يا ترى الرئيس هذا يعطيني فيزا بدون قيد وشرط رغم انه هو اللي ما هو باغي يعطيها. خلق بعد القيادة من دوك العصابة اللي فيها ابراهيم غالي نقولها لك انا نتحمل مسؤوليتي. راني شي نقول لك فاعلوا مولانا اكبر عليه هيدا ما هم باغي الاستقلال يخدموا خدمة العدو وما هم باغين النضال ما هم باغين المناضلين باغين يكون دوك اللي يعبدوهم ويقولوا لهم اش اش ار ار هذاك ما المناضلين عندهم الحقيقيين. يا سيدي الطاهر راه الايام بيننا الايام بيننا ولا تعرف ذاك كامل كنت نقول عنه حقيقي وراه حقيقي. انا راني ما كنت عنه كيفاك راه يفوت ثلث ايمان هون ويعقب يا ثلث ايمان. الشعب مخيم تعز وكرام الشعب المضياف الشعب كريم يا رقابته عصابه اطمن العدو ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم.